متتبعي قناة الفاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. كان واحد من الأصوات المزعجة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء خلال ولاية الجماعية اللي كانت يوجد على رأسها السي محمد ساجد، اختفى عن الأنظار ولو يعني على المستوى التمثيلي مجلس مدينة خلال الولاية الجماعية السابقة، ولكنه رغم ذلك بقى يعني مواكبا لما يجري في مدينة الدار البيضاء. الآن أصبح يتولى رئاسة مقاطعة الحي المحمدي. الحديث هنا على سي يوسف رخيص رئيس مقاطعة الحي المحمدي مدينة الدار البيضاء. مرت حوالي واحد 6 أشهر على وجوده كرئيس لهذه المقاطعة اللي كان مستشار جماعي بها. أشنو الفرق ما بين أنه أصبح رئيسا وأنه كان مستشار؟ وشنو الملفات الكبرى اللي نكب عليها خلال هذه المدة تاع 6 أشهر؟ هذه القضايا وأخرى نناقشها مع سي يوسف رخيص رئيس مقاطعة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء. سي يوسف رخيص، من مستشار جماعي الى رئيس مقاطعه، هذه دابا 6 أشهر انت تتولى ولا اكثر من تتولى مهمه تاع رئاسه مقاطعه حي المحمدي مدينه الدار البيضاء. اشنو الفرق ما بين انك تكون مستشار وتولي رئيس في نفس المقاطعه اللي كنت انت فيها مستشار جماعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نقولوا بصدق، لان مارست انا تقريبا منذ سنه 2003 ولكن مارس مستشار جماعي اكيد. وكنا تعلمنا على يد واحد المجموعه ديال الاطور وكذلك ديال المنتخبون على راسهم المرحوم استاذ البصير الله يرحمه، اللي كنت معاه نائب داخل المجلس ديال مقاطعه الحي المحمدي، لان كانت اول سنه لا تبدا فيها نظام وحده المدينه، وكانت صعوبه لا في التدبير لا في القوانين لا في الميزانيه، ولكن كان كيأنكادرينا كان كيوجهنا وتعلمنا، لان هذا كنقولها بصدق، الممارسه ديال تدبير الشان المحلي هي واحد العمل اللي كيطلب واحد الحنكه، الحضور الدائم، التواجد، المعرفه، وتكون تضبط القوانين. اكيد مارست كعضو عادي، ولكن ما كناش كنعرفوا المعاناه ديال رؤساء المقاطعات. انا دابا اليوم ملي دوزت تقريبا لمده 6 شهور وعرفت المعاناه لا مع المواطنين لا مع الاداره ديال رئيس المقاطعه. اولا مجموعه الناس ما كيجهلوا اش هما الحقوق ديالهم. يعني بالنسبه لي كيعتبر رئيس المقاطعه راه اي حاجه يمكن يوقعها، مع ان ما عندوش ضوابط، على رغم ان الضوابط هي اللي كتلزمه، وكيكون ما بين القانون وما بين يرضي المواطن. المواطن كيقول لي حنا صوتنا عليك تعاوننا معاك، القانون ما كيعطيش الصلاحيه، واكيد راه ما يمكنش ليه يخرق القانون. واش الرئاسه واش غيرت شي حاجه في يوسف رخيص؟ ابدا. انا كنعتقد بان الطريقه الاشتغال ديالي ما تبدلتش عندي. انا دائما كنت مواظب في المكان اللي كنشتغل فيه اللي كنبرك فيه، لا في القهوه ديالي هي كانت 7 عيون انا معروف فيها باقي كنبرك فيها، لا في العمل ديالي كفاعل جمعوي مهتم بالاعاقه وعندي 3 المراكز ديال المعاقين باقي كنشتغل معاهم، ولا في المقاطعه ما حسيتش براسي بان تزاتني شي حاجه اكثر ما انا كنت. بالعكس، انا ربما دابا كنخاف بزاف على الصوره ديالي كسابقا، حيت كنقول بان الصوره ديالي ان هي كتعكس الصوره ديال المجلس ككل. الا كاين واحد فيها الاخلاق ومواظب مع الناس وعاطي واحد الصوره مشرفه على المجلس، راه كنعتبر بان الاعضاء اللي معايا هما تا هما راه كيستمدوا القوه ديالهم من الصوره اللي عندي. احنا جالسين في المكتب ديالك ومحاطا بك مجموعه من الملفات، يعني اشني اهم الملفات الكبرى اللي نكبتي عليها خلال هذه المده تاع 6 شهور؟ اولا كان عندي ولا بد اول عمل اللي قمت به بحكم التجربه ديالي من 2003 تقريبا واحد 17 او 18 سنه، كانت عندي واحد المساله وهو اولا الاداره. كان خصني نصلح البيت الداخلي ديالي، يعني داخل المقاطعه الاداره ديال الموظف. يعني حاولت نعطي واحد دم جديد، تغيير بعض مثلا بعض رؤساء المصالح او رؤساء الاقسام اللي كيبانوا كانوا فيهم بعض الناس اللي كانوا مهمشين، حاولت نعطيهم واحد الفرصه، وكانوا بعض الناس اللي هو عياو وما بقاش كيعطي واحد الامل. قلت اودي انا ما غاديش، لانه ما ننساوش بان راه من 2002 ومدينه الدار البيضاء ما دخلت حتى شي واحد، راه كانت مدينه الدار البيضاء فيها 23000 موظف،
اليوم صبحوا فيها 10500 موظف. حنا على مستوى الحي المحمدي كانت عندنا 1200، دابا اليوم عندنا واحد 500 او 60 موظف. اذا وهاد الناس كلهم راهم قرب للتقاعد، وربما حنا لي بروفيل اللي بغينا ربما ما كتوفرش في هاد الاخوان. علاش؟ لانه ما داخلين، ما تتخوش بان تخلق واحد الاعداء داخليين داخل المقاطعه لا انا 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 ما كنظلمش، انا كنحاول نستاجر السيد، انا ما كنحاولش ناخذ شي قرار راسي، كنحاول نستاجر. ولكن اكيد القرارات كاع اللي درت، لا في تغيير الكاتب العام، لا في تغيير بعض الرؤساء، لقى واحد الصدى طيب على مستوى ديال الراي العام وكذلك المجتمع المدني، لان الناس باغا شويه التغيير. من غير القضيه تاع البيت الداخلي، اشني اهم الملفات على الصعيد المقاطعه؟ انا عندي واحد الامتياز بحكم عندي واحد الرقعه صغيره في حي محمدي، انا ما عنديش شي مساحه كبيره، فكان يوميا في الصباح كيف كنستيقظ الا كندور جميع المرافق من المقاطعات من روض الاطفال، من كل نهار كنصنف واحد المكان، ودرت اشنو هو المسائل اللي كتكون عندها واحد لامباكت على الساكنه. اول عمليه وهو هادشي ديال الاناره وهادشي ديال النظافه، والعمليه ديال حفظ الصحه. حفظ الصحه كنت سباق في الاول، باش قمت بواحد سياره متنقله لتقديم هاد الوثائق ديال الدفن. كان بكري كنعرفوا ان عندنا واحد حفظ الصحه والناس كيجيو ليه من بعيد، وخصهم عندهم وسائل النقل، ومسكين كيكون ديك الصدمه ديال الوفاه وكيبقى ضيق. فخممت وضعت راه الاشاره ديال حفظ الصحه، سياره مجهزه، كاين واحد الهاتف اللي هو 0522 60 60 63، ما يحتاج يعيط للرئيس او اي عضو، يعيط لهذا الهاتف الا كيجيو عنده ديك السياره، وكتمدوا بورقه ديال الدفن، كتعطيه الوسائل ديال لي دالون، كتعطيه الحافله سياره الدفن، وكيبقى التعامل ما بين الموظفين، وهذه اقل خدمه نقدموا للمواطنين. فالناس استحسنوها، ومجموعه ديال المقاطعات راهم خدامين عليها، كذلك خدامين على رد الذاكره للحي المحمدي، رد الاعتبار. فاول ما بديت رديت عوين شامه، عوين شامه اللي كان هذاك الرمز ديال ديك العوينه اللي كانت كنعترفوا، كنا كنسقيو منها، وولاد الحي معروفه عوين شامه والساكه الصفراء. فلقيت بان التجرات ما بقاش فيها الماء، ريبوها، فعاود حيتها وعاود عطيتها واحد الرونق، والناس دابا كنفرح ملي كندوز وكنلقى بان الناس كتشرب من العوينه ديالها. هضرتي على عوينه الشامع، عوينه تتوقع تتوجد في واحد الحي اللي هو درب مولاي الشريف، درب مولاي الشريف اللي حنا كنا تنعرفوا يعني سنوات الرصاص والاعتقالات اللي كانت في كوميسارية تاع درب مولاي الشريف. واش ما تتشوفش بان من اجل كاين واحد الضبر، خطر الضبر الضرر الاجتماعي، يعني لابد ان يتم اعاده هيكله هذا الحي هذا اللي حنا تنشوفوا بانه اصبح الدور ديالو مهدد الان؟ اكيد كيشكل علينا حنا على المنطقه ديالنا خطر، لان دائما دابا اليوم الحمد لله السيد العامل الله يجزيه بخير الى جانب السلطه المحليه راه داروا واحد المبادره، فرقوا واحد 100 شقه في اطار هاد الناس اللي كان اعاده الايواء ديالهم اللي في دور اليا السقوط، وكان واحد 100 شقه اخرى غادي يديروا لها الفرز ديالها باش يشوفوا شكون اللي غادي، كل واحد شكون اللي غادي تكون عنده هذيك الشقه ديالها. وكيفاش تتعامل مع القضيه تاع الدور اليا السقوط في مقاطعه الحي محمد؟ ومقاطعه محمد اسمع لي، المقاطعه هي من المقاطعات اللي تقريبا عندنا ما يزال 700 ولا 500، ما بين 500 حتى 700، حتى المحلات التجاريه كاينين، كاين الاغلاق، كاين اللي فيهم خبره، كاين اللي مسدودين، لان كتعرف وقعت الفاجعه في يناير 2021 في 2021 وقعت ديك الفاجعه اللي مات فيها واحد السيد، واللي الناس كان عندهم افراغ، وكان الناس ما خرجوش ما عندهمش فين يمشيو، لان حتى من هذا المنبر كنوجه للحكومه باش اسرع بهاد الملفات وتحرك هذيك الوكاله ديال الايواء ديال هاد الناس، لان هذا هو الدور ديالها اللي تم احدى ديالها سيدنا ملي كانت سنه 2012، ملي كانوا طاحوا شي ديور في انفا في المدينه القديمه، وسيدنا خرج بقرار ولكن باقي ما تفعلاش على مستوى ديال الدار البيضاء ديال الحي المحمدي خاصه. فحنا هذه المنطقه ديال درب مولاي الشريف اقدم منطقه اللي خصهم واحد العنايه خاصه، هاد الناس خصهم يتحولوا. انا كنقولوا بان كاين فيهم اللي خصهم الهدم كلي تقريبا، ونديروا واحد البنايه جديده، وتكون واحد بلون داميناجمون باش يحفزوا المنعشين، تكون فيها ار بي 5، كلشي الناس غتجي لديك الارض،
حنا باقي ما فكرناش في هذه العمليه. الناس ملي كتقول لك اودي انا نهدم اعاده الايواء في نفس المكان، خصنا نفكروا في هذه العمليه. ثانيا بالنسبه للعمل ديالنا، وهو الحمد لله درنا واحد الكيشي اونيك اللي كيسلم الرخص، يعني على مستوى ديال جميع الوثائق ملي كتطلع عندي كرئاسه الا كنصيفطها لواحد الكيشي والمواطن كيعيطوا ليه كيتصلوا به، الله يخليك الرخصه ديالك راه توقعات باش تجي تسحبها. وهذه بادره الناس ما كانش عندهم، كيقولوا واش الجامعه وصلت لهذ الدرجه، كنقول لهم ودي انا باش السيد ما يبقاش عارف الملف ديالو حنا خصنا نقربوا ليه. كذلك كانوا بعض الاوراش اللي واقفه. تقولوا لي مثلا تقولوا الان واش نازل على ارض الواقع ولا غير البرامج؟ لا كاين، لا كاين هذا الشيء اللي كنقول لك كله كاين، ويمكن لك تشوفوا الدوله بعد غدا يقول لنا هذا الشيء تقول ويمكن لك هذا الشيء دابا تخرج من عندي. هو السيد المستشار معايا السي مصطفى اكنوز، راه يمكن لك تخرج دابا كتلقى الكيشي الشباك الوحيد اللي تسليم الرخص. كانوا اوراش واقفه حليتهم بتعليمات من السيد العميل، كانت واحد ساحه ديال بشار الخير كبيره، اكبر ساحه اللي عندنا اللي هي داخله في اطار جبر الضرر اللي حدا ذاك السجن اللي كانوا كيستعملوه المعتقلين الى اخره. ها وحده هذه العمليه ديال حليناها. عندنا واحد النافورات اللي كانوا مسدودين هذه واحد العام حليناهم، جيت مسجد كبير ديال الحي المحمدي. مؤخرا بديت كنشوف ما هي المرافق اللي خصنا نخدموا، لان كنحاول نخدم الحاجه اللي غتقيس عاودنا بالزفت كله شارع سين حدا المركب الثقافي حدا القيصريه، تعاود ثلاث مرات بواحد الحله جديده. كانوا بعض المراحل اللي كانوا ما مفتوحين حاولت فتحتهم، هذه مسائل اللي هي درتها. نظمت البارك ديالنا المرأب البلدي، مجموعه ديال المرافق ما كانش فيها مكتوب على الاسم ديالها، جلهم لا البيبينيير لا المرأب لا لا فضاء الشباب كلهم ممكن دير لهم زياره وتشوف ان درنا لهم واحد البلاكه واحد التعريف ما كانش عندهم، كانوا مشغولين لا هويه كيشتغلوا ما معروفينش اش كيقدموا. دابا اليوم كنت مع السيد اللي مسؤول على اساس بعض الحدائق تكتب فيها الحديقه الفنيه باش نعرفوا منين بغوا نتكلموا. حاولت خدم في اطار الولوجيات للمعاقين، دابا اليوم مجموعه ديال المرافق في الولوجيات. بدينا بواحد العمل اللي كيدار دابا راه مصوب يمكن لك ديروا لي زياره، هو الملحقه الاداريه للمشرف. اليوم المعاق اللي عنده كرسي متحرك او المكفوف كيمكن ليه يمشي من ذاك المنبر ديالو ويوصل يقضي الاغراض ديالو اللي بغى. ولكن في اطار هادشي كله تتقول لي كاين واحد المشكل تاع سوق الدواجن تاع الحي المحمدي، هاد الناس اللي تسميو قنبله بيئيه تعاقبت مجموعه من المجالس على او المكاتب المسيره على مقاطعه الحي المحمدي، ولكن بقى المشكل قائم. علاش بقى هذا المشكل قائم وشنو الخطه ديالكم ثم باش تحلوا هذا المشكل؟ اولا بالنسبه ل باش يترحل هذا المرفق ربما هو ماشي اختصاص المقاطعه، احنا يمكن نطلبوا واختصاص المدينه مع السلطه المعينه مع السيد الوالي. مرارا داروا لي التاهيل ديالو، داروا لي زياره كيخموا فين يحطوه، كانت اخر مره كيجوا جيت عماله النواصر ما توافقوش. احنا اليوم هذا مطلب اساسي عندنا، ولكن كتبقى حاجه في ظل هذا حاليا راه درت واحد المجهود كبير، عاودت لي الزفت ككل كله. طلبنا السي شاكور اللي مكلف بكازا بيئه، عطانا اليوم نظافه، دار شركه ديال النظافه وشركه ديال الكاردياناج، ما كانش هادشي. اليوم كملت لك الدوز ونقصات هذيك الحده ديال حنا ما ديك الرائحه اللي كانت فيه. باقى عندنا مشكل ديال لي ديطايو صحاب التقسيط، لان الريحه كتجي من تما. راه السلطه السيد العامل منكب على هذا الملف على اساس يلقاو حل جذري، ما يبقاش حل ترقيع. حنا دابا اليوم كاين حالات كاين تما ما يمكنش لينا نخلوه وما نديروش شي صيانه. والسيده الرئيسه شعره بهذا العمل واكيد غيلقاو لي حل، كنتمناو في الولايه ديالنا يتم الترحال ديالو ويمشي لواحد المكان اللي يمكن ليه. وحنا عندنا باغين هاد لان كتعرف بان الوعاء العقاري ما عندناش في حي محمدي وبغيناها بحال هاد المرافق نشتغلوا فيها. ذكرتي سيد الرئيسه تاع مجلس المدينه اللي هي العمده نبيله الرميلي، البعض يقول بان لحد الساعه يعني رغم مرور هاد المده هذه ما بقى ما كايناش واحد البصمه ديال الرميلي على مستوى مدينه الدار البيضاء وبصمه تاع المكتب المسير بصفه عامه، واش تتفق مع هذا الراي ولا لا؟ انا كنقول السيده اللي كتخدم كتشتغل سيد الرميلي، حنا تقربنا لها بزاف من خلال اللقاءات ديالنا كفي ديك المنتديات ديال رؤساء المقاطعات، كنديروا واحد لقاءات
وكنشعروا بان السيده ما كت يعني من الصباح واش باغا تشتغل ولا غير النوايا الحسنه؟ لا كتشتغل حتى هي كتهيكل كتهيكل الطاقم ديالها. اليوم راه كاين كاتب عام جديد، تكلمت معاه البارح انا والسي حسيني رئيس، خدامه كتهيكل المديريات ديالها، لان ما يمكنش تخدم بدون ما يكونوا معك الموظفين اللي غينفذوا البرامج ديالك. السيده كتخدم، ما نساوش مدينه الدار البيضاء راه 7 ملايين ديال المواطنين اللي كيكونوا يوميا كيباتوا كيجيو كيدخلوا، 3 ملايين ونص تقريبا اللي كتكون كتبات يعني في الدار البيضاء. اللي نقولوا لان الدار البيضاء راه المتروبول، راه القلب النابض ديال المغرب. كاينين اورا شعل اليوم اللي كانوا متعطره راه كتحاول تفكيها، كحديقه عين السبع، المسرح الكبير. حديقه عين السبع انت مارس دابا كانوا قالوا بان غتفتح مقمص. غالبا غتفتح في جوان، هذا هو في شهر 6. باقي البرامج ديال الترام لدولين الاخرين، كاين المسرح الكبير، كاين بعض النفقات اللي خدامين فيهم لان كانوا تعطلوا في المجلس السابق. اليوم جات السيده الرئيسه لقات لهم حلول، جابت حتى الدعم من وزاره الداخليه. ما ننساوش بان غير سبيل المثال شركه ديال النظافه تقريبا كيساهلوا كيديو مليار ديال الدرهم، يعني 100 مليار سنويا. لقيناهم انهم ما مخلصينش واحد 6 شهور وما كترتب عليهم. دونك السيده الرئيسه دخلات ورفكات المشكل. اذا مجموعه ديال الحويجات السيده الرئيسه والطاقم اللي معاها اكيد خاص المكتب يواكب معاها. المكتب كنحس به انا شخصيا كرئيس مقاطعه بان باقي ما انخرطش باستثناء بعض العناصر. انت المكتب ديالك منخرط معاك؟ حنا منخرطين، كندير واحد يعني كاين واحد التدبير تشاركي. انا كنحاول اي لقاء كنشركهم اي حاجه كنديروا. اولا النائب ديالي كان رئيس المقاطعه اللي كنعطيه واحد الاحترام كبير واللي كيرشدني وكيوريني وكينورني باش ما نديرش اخطاء. سي جكيني سي رشيد جكيني اللي لحيت باش يكون معايا كنائب، والحمد لله كاين واحد التفاهم كبير بعضياتنا حتى المجلس، عندنا مجلس منسجم. حنا كنعتبروا بان ما كاينش معارضه. كنا في واحد الفتره كنتجابدوا شويه على الرئاسه، ولكن ملي دارت الرئاسه اليوم حنا في صف. وكنقول بان كل شيء تقريبا جل الاخوان منخرطين وكنتجاوبوا وكنتفاهموا بعضياتنا، وحتى الاخوان ديال المعارضه اللي كاينين كنقول بين قوسين كيعيطوا لي كينبهوني على شي حاجه اللي خطات فيها. انا الكمال لله، انا ماشي انا اول مره كناخذ هذا المنصب ديال الرئاسه، والرئاسه صعيبه لان ورقات كتوقع عليها، عندك واحد الميزانيه كبيره، عندك تدبير، خصك الجمعيات تعاطف معاهم، تعامل معاهم واحد المعامله بحكم انا جاي منين؟ من المجتمع المدني. راك شفتي ربما الاخوان كلهم كنتعامل معاهم. البارح عندي لقاء مع الجمعيات ديال اونفا، جا واحد مجموعه الجمعيات اللي داروا المرافق ديالنا بغوا يشوفوا اش كنقدموا، وعجبهم الحال ان الحمد لله عندنا بعض المرافق يمكن نتباهوا بها وبالاخص منصات الشباب. دونك هذه المساله. شكرا سي يوسف رخيص على قبول الدعوه، شكرا جزيلا متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.